هبدأ مع حضرتك بسؤال اللي محير الأمهات كلها، نغسل شعر ولادنا كل يوم عشان خاطر يبقى شعرهم نظيف وكويس وبنحافظ عليه، ولا احنا كده بنضرهم؟ والله هم اللي بيحيروا نفسهم. لازم يعني بص يا حبيبي، اولا في مش بس الشعر، لازم كل يوم الولاد سواء الولاد والبنات بالليل قبل ما يناموا في عز الشتاء او في الصيف لازم يستحموا. حلو، انا المدرسه دي تمام. فغسيل الشعر مع الحموم مفيش فيه اي مشكله خالص. الناس اللي بنكلمهم في غسيل الشعر لحسن شعر يقع ولا كده، ناس كبار بنقول لهم في الشتاء مرتين في الاسبوع، في الصيف يوم بعد يوم، انما الاطفال طبعا لانهم عرضه طول النهار تراب في المدرسه، الشقاوه، العرق، فمهم قوي تنظيف الشعر. يبقى اذا مفروض فعلا نستحمى ونغسل شعرنا، مش احنا الاطفال يعني. الاطفال كل يوم كل يوم بالبيض ده ضروري باذن الله. وانا بنزل اشتري الشامبو لولادي، المفروض ايه المكونات اللي ابعد عنها في شامبو الاطفال؟ طبعا دلوقتي كله بقى سلفيت فري والصوديوم فري، وده كلها بقت موجوده على فكره، الحاجات يعني اللي ما فيهاش سلفيت او صوديوم او كيميكلز عامه دلوقتي بقتش كلها يعني بقت متوفره يعني. وعلى فكره بقى في شامبوهات مصريه يعني بنفس كفاءه الشامبوهات المستورده، يعني بلاش يعني الحته اللي عندنا دي لان الحاجه المستورده احسن. في شامبوهات بتصنع في مصر كتير جدا وفيها المواصفات الصحيه وباسعار كويسه في متناول الجميع.